كنا وصلنا يا مولاي امبارح لحد حداية ابن الداية مفاجئ قاسم في قصره بالليل. مولاي يا شهريار، في ايه حاجة؟ انت مش عارف ان ده وقت الحكايات؟ مسرور امر مولاي. خد الحاجب ده يقطع رقبته عشان يحرم يبقى يدخل عليا وقت الحكايات. امر مولاي. مولاي كملي يا شهرزاد. مولاي بيخوفني ولا ايه؟ ما تخافيش، كده وكده مش هيقتلوا حاجة، انا غمست المصر. كملي. كنا وقفنا لحد قاسم ما تفاجئ بحداية قدامه وهو حاطط خنجره في رقبته وبيقول له فين ابن علي بابا اخوك يا جبان. انت حداية؟ حداية ابن الداية؟ ايوه حداية ابن الداية اللي سرقت ابن اخوك المولود قصادها. فين الولد؟ ابن اخويا مين؟ بسببكم ماتت رمانة وما رحمتوهاش بعد ما ماتت، سرقت ابنها. فين الولد؟ يا حداية انا ابني اللي مرات ولدته نايم جنبها في حضنها، اسمه غانم ابن قاسم. كذاب! الولد يرجع يا خسيس ومعايا دلوقتي. اوعى اسكت، حد ينده بسرعه شر الطريق، صحوه من النوم. الولد ده لازم يتقطع ويترمي في السجن، يعفن لغايه ما يموت. انا هخليك تعترف وتقر علي بابا هو اللي وراك يا كلب. انا مش فاهم انت عايز ايه، ولا هقدر اعمل اي حاجه. هي اللي كانت كده علي بابا. اعمل ايه مع الولد؟ الولد صبرينا يا ام حدايه. حدايه ما جاش عندك؟ لما انا ما كانش لازم تسيبني ويبقى ده شكلي قصاد ابني. سيبي الولد عندي علي بابا وشوف حالك. اسيبه؟ شوف روحك يا ابني، وكفايه يا ابني حدايا ده علشانك. حدايا وانا اللي اتمرمت يا حسره قلبي في اسود عندك. اسود عامله عملتيها في عمري كله يا ام حدايا، ومع مين انت؟ رمانة. شوف سكة لنفسك يا ابني، طق بيها على رجليك وترجع لهم في يوم. انت بتقولي ايه؟ عملت ايه؟ انت قلت حاجة عن رمانة؟ انا بتكلم عن ابنك. ماله ابني؟ ده مش ابنك. امال ده مين؟ بنت قاسم يا علي. بنت قاسم ازاي؟ بدلوها غصب عني وقدام عيني يا علي، غصب عني. افهمني يا علي، افهمني. سيب البنت عندي دلوقتي، اخلص بروحك. لو بروحك بعيد عن الخطر يا علي، غير كده هتحصل في الدنيا. ابعد دلوقتي، ابعد لغايه ما تقدر وتقوم. وهتقدر. القط نفسك. وانت ما دام خدوا حدايا مش هيغفلوا عنك. انا هطلع الغابه، كوخ ابويا القديم، لم هدومك وبضاعتك وانا هروح اسال عن حدايا. والبنت؟ أمانة عندي يا علي لحد ما يحكم ويريد. لا حول ولا قوة إلا بالله، الكل تلم وساعد إلا أخوه قاسم، لا ظهر ولا بان. وده نار الجابي، ضريبة الميتين، مين هيدفع؟ هنلم وندفع بعدين. حد شاف حداية؟
ما ظهرش لحد دلوقتي ولا حتى في الدفن. ابن علي بابا ده يا خالة. ابنه يا حول الله، ابنه يا دنايا. لما الولد دخلته الحبس اتكلم فضفض، قال ايه؟ حد يهش الدبان من على وشي. يعني هو اللي اتكلم حدايا مش انا. بيقول ان الولد مش ابنك. طبعا كذاب. كذاب بقى، انما هو فتح باب. نقفل الباب خالص. هش. بس هش الدبان من على وشي. كده بقى كفايه يا شرف. ايه نور؟ هي بس اصل الكلام ده يودي في داهيه. لا تقول لي لا شاه بندر ولا حتى بياع فجي. دي عايزه هشه جامده قوي. اسمع بقى ما اقول لك. انا هديك اللي انت عايزه. بس تخلصني من علي بابا. ده لو كان حد غريب تبقى حاجه سهله، انما ده اخوك. قول اي حاجه يا اخي، قول انه هاجبني، سرقني، موالس مع الحراميه. طب وحدايه؟ لا، حدايه ده بقى هو فين؟ انت مين؟ انا امه. ابني ما ظهرش من امبارح يا مقدم. ابنك ده يطلع مين؟ ابنها حدايه يا مقدم. حدايه؟ انت ممكن تستنيه في الحبس لغايه ما تعتري عليه. تحب تتحبس وتستنيه؟ ايه ده؟ ايه اللي على ايدك ده؟ استني يا ست. شفت الحكايه كبرت قوي يا شهبندر. اسمع، انا هديك اللي انت عايزه بس خلصني. فين علي بابا؟ راح فين علي بابا؟ هاجي من غلبه، سابنكم البلد ومشي. وعرفت منين؟ بيت اهو وعندكم البلد كلها، دوروا فيها، سيبوني في حالي، كفايه اللي جرى لابني واللي جرى لي. نرجع على السوق تاني؟ شر الطريق راسه والف بلغه، لا نرجع بيه. Thank you.
اقفل يا سمسم. سمسم افتح يا سمسم. يوه، هو الجن مننا ما يعرفش ينام شوية مع جنس البني آدمين دول؟ خرجوا ورجعوا في ايه عصابة الأربعين؟ كل ده كنزب صحيح يا عيني. بحفنة واحدة من دول تغير حالك كله يا علي. لا لا يا علي، ده أكيد ملك حد وسرق الحرمين، ده أكيد يخص حد. لا ليه، هتفضل حمار طول عمرك يا علي. بعد كل اللي شفته جاي تقول لا؟ الدنيا اللي خدت منها يعني حكومها غير ده يا علي، غير ده هو ده. اذا كنت مش عارف ارجع اسال اخوك قاسم، اسال الوزير عتي، اسال شر الطريق، اسال كل الشطار يا علي، كل الشطار. اسال لي من رد قدامك اهو، هو ده. تكون عالي تكون مجنون، يا تعيش وتشوني يا ضغور ويا خدك المنون.